والحق أقول لكم أيها المؤمنون إنهم لن يستطيعوا قتل الحسين عليه السلام، لأن الحسين عليه السلام وثورته الإلهية التي قامت على التنصيب الإلهي باقية بكم أيها المؤمنون. أما هم فعندما يدعون أنهم يبكون على الحسين أو يزورون الحسين عليه السلام فإن الحسين يلعنهم لأنهم قتلته في هذا الزمان، لقد حاولوا هدم الثورة الحسينية وتضييع هدفها ولكنهم فشلوا وعاد الشيطان مخزيا. بعد أن تلاقفت أيديكم الطاهرة شعلة الثورة الحسينية وبعد أن قررتم الحفاظ على هدفها المبارك حاكمية الله في أرضه بدمائكم الطاهرة، أحمد الحسن عبد ضعيف لا يملك إلا يقينه أن لا قوة إلا بالله، ويقينه أنه لو واجه الجبال بها لهدها، ونعلم أنهم يملكون أموالا طائلة تغدق على من يعبدهم من دون الله، وآلة إعلامية ضخمة، ودولة وسلطة تطبل وتزمر لهم، وأمريكا التي يرضونها وتطيعهم، وأنا أعلم أنهم يملكون الكثير في هذا العالم الجسماني، ولكني سأواجههم بهذا اليقين وسأواجههم بهذه الكلمة لا قوة إلا بالله. سأواجههم كما واجه الحسين وأسلافهم، وسيرى العالم كله كربلاء جديدة على هذه الأرض، كربلاء فيها الحسين وأصحابه، قلة يدعون إلى الحق وإلى حاكمية الله ويرفضون حاكمية الناس وديمقراطية أمريكا وسقيفة العلماء غير العاملين، كربلاء فيها شريح القاضي وشمر بن ذي الجوشن وشبث بن ربعي، العلماء غير العاملين الذين يفتون بقتل الحسين، كربلاء فيها يزيد وابن زياد وسرجون والروم، أمريكا من ورائه، وسيرى العالم ملحمة رسالة جديدة لعيسى بن مريم على الأرض المقدسة، وستكون أرض مقدسة فيها عيسى وحواريه، قلة مستضعفة يخافون أن يتخطفهم الناس، ستكون أرض مقدسة فيها علماء اليهود الذين يطالبون بقتل عيسى، والرومان الأمريكان الذين يلبون مطالبهم ويحاولون قتل عيسى. قال عيسى عليه السلام: يا علماء السوء، ليس أمر الله على ما تتمنون وتتخيرون، بل للموت تبنون الدار وللخراب تبنون وتعمرون وللوارث تمهدون. لقد كانت وستكون كل الملاحم على هذه الأرض هكذا شاء الله فلتكن مشيئة الرب الذي ينتصر لأوليائه لأنبيائه لرسله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، سينتصر رب محمد من الظالمين في هذه الأرض، سينتصر من ذراري قتلة الحسين لأنهم رضوا بفعل آبائهم،
من شاء منكم أن يؤمن فليؤمن، الطاهر فليتطهر بعد، والمقدس فليتقدس بعد، ومن شاء منكم أن يكفر فليكفر، وليظلم بعد، وليتنجس بعد. تابعوا علماءكم غير العاملين، اجمعوا الحطب وأججوا نارا لإبراهيم، واسخروا من نوح، وهيئوا السيف المسموم لهامة علي، وهيئوا خيلكم لترض صدر الحسين، لكني لن أساوم، لن أداهن، لن أكف عن مواجهة عثمان وفضحه على رؤوس الأشهاد. نعم، مواجهتي هذه أصعب بكثير من مواجهة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأصنام قريش، لأنها أصنام من حجارة. أما الأصنام التي أواجهها اليوم فهي أصنام تلبس زي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وتتشبه بحملة القرآن، وتدعي النيابة عن الإمام. أصنام تحمل إرث أعداء الأنبياء والمرسلين، وتعرف كيف تحمل المصاحف على الرماح لينكسر جيش علي، ولكنها لا تفقه أن لا قوة إلا بالله. والحمد لله لست وحيدا، بل معي فلة مؤمنة، لي الشرف وكل الشرف أن أختمهم. حملوا الحق في صدورهم، وساروا إلى الله، إلى النور، ولن يرضوا إلا بنور لا ظلمة معه. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فلتكن مشيئة الرب هكذا، وكما كانت دائما أن ينتصر الطغاة ويقتل الرسل والمؤمنون. فما خلقنا للدنيا بل للآخرة. اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، أو لتتبدل مشيئة الرب، أو لتتبدل مشيئة الرب هذه المرة، يرى العالم كله قلة مستضعفة لا يملكون إلا يقينهم أن لا قوة إلا بالله. تنتصر وتهزم شر طغاة عرفتهم هذه الأرض. سيقول هؤلاء العلماء غير العاملين، بل قال بعضهم: اقتلوا أحمد الحسن فهو يتكلم على العلماء. نعم، يتكلم على العلماء، لأنه يريد إعادة سنة رسول الله غضة طرية. وأي علماء هم وهم يحاربون من يدعو إلى شيء من الحق؟ فكيف وأنا أدعوهم اليوم إلى الحق كله؟ سيرة الأنبياء والمرسلين، وسيرة الأئمة والأوصياء، سيرة محمد وعلي، وسيرة الحسين، وسيرة الإمام المهدي عليه السلام، سيرة عيسى عليه السلام الذي يقول: خادمي يداي ودابتي رجلاي وفراشي الأرض ووسادي الحجر ودثئي في الشتاء مشارق الأرض وسراجي بالليل القمر وإدامي الجوع وشعاري الخوف
ولباسي الصوف وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت الأرض في الوحوش والأنهار. أبيت وليس لي شيء، وأصبح وليس لي شيء، وليس على وجه الأرض أحد أغنى مني. ولم أأتي لأدعو إلى الحق كله، إلى الحق المطلق بدون تمهيد وتهيئة من الله سبحانه. لقد عرفكم الله حقيقة هؤلاء العلماء غير العاملين. لما بعث الله علماء دعوهم إلى شيء من الحق، فواجههم العلماء غير العاملين بالقتل والتشريد، قتلوا شخصياتهم ومهدوا للطغاة قتل أبدانهم وتشريدهم. وبين أيديكم السيد الخميني والسيد محمد باقر الصدر والسيد محمد صادق الصدر. عميت عين لا ترى الحقيقة، أو أنها تتغاضى عنها. ما هذه المصيدة التي أوقعوكم بها أيها الناس؟ هل يعقل أنكم تقادون في كل مرة لقتل نبي أو وصي أو عالم عامل، وتسيرون مع علماء الضلالة غير العاملين، حتى إذا تمت تصفيته لطمتم الصدور وأسبلتم دمع العيون وأبديتم الندم على فعلتكم القبيحة الشنيعة، ثم تعيدون الكرة مرة بعد أخرى وتتبعون علماء الضلالة غير العاملين، وتلدغكم نفس الأفعى من نفس الجحر في المرات كلها؟ أفيقوا يا نيام، أفيقوا يا مغتاب،